نكمل دائما الحوار. نحن مقبلين على المحليات البلدية والمجلس الشعبي الولائي. في رأيك، في رأيك وبكل صراحة وبكل شفافية، ماذا تحتاج مسعد من جميع أبنائه؟ الغيرة هذه ما كانش، الغيرة من الداخل، الغيرة وبعدها عمل، مش الغيرة وحبس، الغيرة وبعد عمل. كما نشوفوا اليوم المواطن المصري ولا الغيور على مصر، راه يقولها بلسان ولا في قلبه هذا يتعصر، يتعصر حسرة، هو قال الله ما يتحرش، المبادرة ما كانش. ما يقولوا خر مسيرة ميل تبدأ بخطوة هذيك ما دارتش. هذا الهام، وهام هام جدا. مسعد فيها أبناء، فيها طاقات، فيها رجال، ولكن هذا الرجال يمكن ما لقاوش اللي يوقظهم، كما يقول يوقظهم الله، يدفع فيهم فيهم روح مبادرة، روح مبادرة ما كانش منعدمة. وكان الناس جود، الناس يقول لك مسعد لها رجال، مع انه هو راجل بصح ما يتحرش. الاطارات الله يبارك، نرجعوا في العهد القاضي مسعد كانت مره بالامثال في تصدر الرجال، تصدر الرجال الجلفة في المدية. يقول لك حتى انا تلاقيت مع مير سابق في بلديه جلفة، قال لي كنا ناخذ اهم القرارات في مسعد، باعترافه اهم القرارات في مسعد. الان كيف نستنهض الهمم؟ كيفاش لازم وصلنا الى درجه اننا يجب ان نختار الافضل والاحسن؟ لازم دروك